ينضم لنا هاتفيا الاستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير جريده الشروق. برحب بحضرتك يا استاذ عماد، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا فندم، ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك. الحقيقه يعني جولات الرئيس الميدانيه بتؤكد اصرار الدوله على البناء والتعمير حتى في ظل الوباء اللي بيعيشه العالم كله. مصر مش واقفه، يعني مصر شغاله، فعايزه اعرف تعقيب حضرتك على هذا المشهد. بطبيعة الحال نعم، لأنه ربما ناس كتير كانوا بيستغربوا ليه في ظل تراجع معدلات النمو في معظم دول العالم وتحقيقها معدلات سلبية، مصر كانت من الدول الوحيدة أو القليلة جدا في الإقليم وربما في العالم، يعني عدد الدول اللي سجلت معدلات نمو إيجابية قليلة جدا ومنهم مصر. هم ست دول تقريبا، صح يا أستاذ عماد؟ ست دول تقريبا. وبسبب ده إحنا السبب الاساسي هو شغل البنيه التحتيه اللي اتعمل واتعمل فيه جهد هايل، لا يستطيع اي عاقل او سوي انه يقدر ينكر هذا الجهد المهم اللي هو، واي حد ماشي في الشارع بيقدر يشوف حجم الكباري والجسور والطرق اللي اتعملت. انا اظن دي واحده من اهم الانجازات اللي عملتها الحكومات المصريه المتعاقبه من 2014 لحد دلوقتي، وكان ليها دور مهم جدا في مجالات كتير. يعني هي مش مجرد بس طريق بيترصف او كوبري بيتعمل، لا، الموضوع اصل يعني حضرتك الناس اللي كانت بتسافر على سبيل المثال من القاهره الى الوجه البحري عبر طريق اسكندريه الزراعي، القاهره اسكندريه الزراعي شبرا الخيمه، كان في رحله عذاب من اول ما بتطلعي من وسط البلد في القاهره لحد ما تطلعي تقريبا من بنها او اليوب او طوخ. الطريق بنها الحر، شبرا بنها الحر، لغى كل ده، وبعد كده بقى عندك الطريق الاقليمي والطريق الاوسطي، في شبكه كامله من الطرق وتحيط بالقاهره الكبرى وبعدد كبير من المحافظات، فوفرت كثير من الوقت ومن الجهد ومن راحه البال ومن الحوادث لغالبيه المصريين. فالجهد ده المشروعات اللي بيفتتحها او بيتفقدها سياده الرئيس كل يوم جمعه تقريبا مثلا شبه منتظمه، ان هو تقريبا كل جمعه بيبقى في مكان معين لمتابعه هذه المشروعات، وكمان جزء منها ان انت بتقدمي دعم معنوي للناس اللي بيشتغلوا وتقولهم ان هو رئيس الجمهوريه بنفسه بيمر وبيتفقد، وجزء ثاني ان لضمان المتابعه الجيده وما فيش حد متراخي في العمل. والحقيقه كمان يا استاذ عماد احنا يمكن بنلاحظ ان سياده الرئيس عبد الفتاح السيسي في كل جولاته الميدانيه وفي كل يعني يمكن خطاباته بيؤكد على ضروره الالتزام بالاجراءات الوقائيه لمواجهه كورونا، وده حتى اللي احنا بنشوفه في الفيديوهات اللي احنا بنشوفها مع حضرتك دلوقتي ودايما بنشوفها في جولات الرئيس، التزامه هو شخصيا والحرص على الاجراءات الوقائيه وارتداء الكمامه. والحقيقه يعني طبعا ربنا يحفظ مصر ويزيح الغمه دي ونطلع منها على خير والعالم كله يطلع من هذا الوباء على خير باذن الله. وأنا بشكرك شكرا جزيلا الأستاذ عماد الدين حسين، عضو مجلس الشيوخ ورئيس تحرير الشروق، شكرا جزيلا يا فندم.